السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنكرس الحلقة بكل دقائقها على مشوار منتخبنا الوطني الذي يستعد لخوض غمار التصفيات المصيرية الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة. يقينا أن التصفيات الحاسمة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الظروف الملائمة التي تخدم مسيرة المنتخب وتساهم في تطوير مستواه الفني العام. هذا المحور وقضايا أخرى سنطرحها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا لهذا اليوم المكرس عن منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار التصفيات المصيرية الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة بعدما انخرط بمعسكر تدريبي أول في إسبانيا خاض فيه مباراتان وديتان انتهت بالتعادل السلبي، ومن ثم شد منتخبنا الرحال إلى مدينة قيصري التركية للدخول في معسكر تدريبي ثان يستمر حتى 25 من الشهر الحالي قبل العودة إلى العاصمة بغداد. وضمن معسكره المقام بتركيا وفي مباراة ودية أولى له تغلب منتخبنا على فريق أوغري سبور التركي بستة أهداف نظيفة، بينما سيخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق قيصري سبور. متواصلون مع أجواء معسكر تركيا حيث انضم مؤخرا اللاعب بشار رسن إلى المعسكر لمواصلة التحضير مع بقية اللاعبين المتواجدين في تركيا، ووجه الجهاز التدريبي لمنتخبنا الدعوة لحارس نادي القوة الجوية محمد صالح ليحل محل الحارس جلال حسن بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له عن تعرضه لتمزق في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى، وبالتالي سيغيب على إثرها عن مباراتي منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية وإيران. الإصابة قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، فتعرضت لها في مباراة نفط ميسان، كانت مباراة الزوراء ونفط ميسان. فالحمد لله والشكر يعني بعد الإصابة أخذت الرنين المقناطيسي في بغداد، فبعد الرنين تبين أنه ماكو شيء في الركبة. فالحمد لله والشكر يعني عدت وضعي وتمرنت بالنادي، فبعد صار التحاقي للمنتخب الوطني تمت الدعوة، التحقنا معسكر إسبانيا على مدار 8 أيام وعشرة أيام محتين تدريبية باليوم مسائية وصباحية، فكانت الأجواء مثالية والمعسكر مثالي ووضع مثالي الحمد لله والشكر. والكل أشاد من كادر تدريبي مدرب حراس. ف المباراة الأخيرة مع النادي الإسباني، بعد المباراة حسيت أنه أكو ورم في الركبة، فأعتقد قلت هذا ورم أنه بسيط ويروح كثر الجهد، يعني الورم بقى وياي. سافرنا ثاني يوم بالتركية فبقى الورم وياي، رحت المستشفى فأخذنا الرنين المقناطيسي وبين أنه أكو تمزق بسيط بالغضروف، والحمد لله وشكر على كل حال. بركة بالزملاء الحراس واللاعبين كدهم على قدر المسؤولية، وأنا أكون داعم لهم من خلال الفاز من خلال اتصالاتي بهم. فأكيد هي تمنيت أنا يعني كحارس مرمى تمنيت أنه أخدم بلدي وأخدم المنتخب. <تصفيق>
نبقى مع شؤون وشجون منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار التصفيات المصيرية، إذ اختار الاتحاد القطري لكرة القدم ملعب الغرافة استاد ثاني بن جاسم لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. جاء هذا القرار بعد موافقة الاتحاد القطري على طلب الهيئة التطبيعية بخوض مباريات منتخبنا في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوض مبارياتنا على أرضنا في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد. وسيواجه منتخبنا منتخب إيران في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الأولى التي ستقام بالسابع من الشهر المقبل على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة. وهذه وقفة مع انطباعات مختلفة من ذوي الشأن والاختصاص والمتابعين والمهتمين حول مستوى المنتخب ومشواره المهم بالتصفيات. نتابع ولنا عودة. طبعا نتمنى الفوز لمنتخبنا في مباراته امام كوريا وكذلك مباراته الاخرى امام ايران، ولكن التمني عكس ما توقع، ونشاهد بانه هناك بعض من الروح المعنويه العاليه والهمه والوطنيه لدى اللاعبين من خلال وجود المدرب اللي يمكن استطاع ان يتاقلم مع اللاعبين ورفع معنوياتهم، وكذلك شاهدنا بانه لا يتهاون من يتقاعس او يتماهل او مثلا ما يقدم ذاك المستوى الجيد، يشاهد بانه يصبح خارج صفوف المنتخب. نتمنى الموفقيه لمنتخبنا ولاعبينا وتسجيل حضور متميز وفوزهم في مباراتي العراق امام كوريا وكذلك العراق امام ايران. هذا الفريق وعزيمتهم وتكاتفهم احنا نقدر ان نوصل ان شاء الله الى كاس العالم اذا ما خططوا تخطيط صحيح وقدروا ان يستغلون اوقات المباراه وكيف يتعاملون مع كل فريق. انا اتصور ان تكون مهمه سهله ما بها صعوبه، وان شاء الله احنا متفائلين كرياضيين وشارع رياضي انه الفريق راح يقدم مستوى طيب. والآن مع ضيف صدى والحديث عن المنتخب، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا. مشاهدينا، وللحديث عن رحلة إعداد منتخبنا الوطني ومشواره المهم وما يحتاجه وما عليه أن يفعله خلال مبارياته المقبلة في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم، ينضم معنا عبر ديسكايب من مدينة دهوك نجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء السابق والمدرب الحالي الكابتن حيدر محمود. أهلا بك كابتن، نورتنا في صدى الرياضة. أهلا وسهلا بك أخ بلال وبالمشاهدين الكرام. كابتن، راح أبدأ سريعا. من المؤكد يعني أن حضرتك يعني متابع للشأن وبالتأكيد مسيرة حافلة مع المنتخب، من وجهة نظر فنية كيف ترى وضع المنتخب الوطني بحسب المعطيات الأخيرة؟ يعني أقول إحنا من خلال كمتابعين وأصحاب الشأن الرياضي واتصالنا بالمدربين، يعني أشاهد المنتخب العراقي أفضل حال من السابق من خلال خبراته وإمكانية المدرب فؤاد قاد اللي كان يحتاجه المنتخب العراقي من خلال التدريبات العالية والضغط، وأيضا وزرع عملية التحدي والروحية بالفريق من خلال المنافسة، وهذا ما شاهدناه من خلال لقطات من المباريات اللي جرت الودية وكذلك من التدريبات. العراقي بالإجماع مدللين في الدوري العراقي، ما أعتقد كلهم مروا بهيك ضغط تدريب، وهذا ما نحتاجه. إحنا سابقاً جربناه كمدربين عالميين، خرجنا معسكرات شفنا تجربة وحدات تدريبية، التدريب الكثيف والعالي، هذا ما يحتاجه الفريق العراقي. دائماً إحنا شاهدناه في المباريات السابقة اللعب الرتم البطيء، صعوبة نصل إلى نقول مرمى المنافس مدلل الآن.
الدوري العراقي وايضا تحت قياده المدرب السابق اللي كان ايش ما اعرف شلون شلون اقول لك يضع استراتيجي للمنتخب العراقي. اما الان اشوف انا بصمات المدرب واضحه يعني من خلال قلت لك الصور والفيديوهات والاخبار اللي تصلنا، وهذا ما نحتاجه بصراحه لان التصفيات ليس بالصعبه وليس بالسهله، فيجب ان نعد العده لمواجهه اول مباراه حتى نقدر نثبت بان احنا قادرين على تجاوز هذه نقول المباريات والصعود الى كاس العالم. طيب كابتن، طالما يعني تتحدث عن الهولندي ادفوكات، يعني من خلال متابعتك لمسيرته ويعني شخصيته التدريبيه، فعلا هل وجدت يعني هو المطلوب في هذه المرحله؟ هو اكيد يعني مثل فؤاد قال يعني كإله تاريخ واسم وقائد منتخبات وإله ايضا انجازات. احنا صح نقول مدرب عالمي، اكو مدربين صحيح كبار افضل من فؤاد قال، لكن كمدرب مثل فؤاد قال احنا يحتاج منتخب العراق، لان من فتره احنا ما اجانا مدرب يمتلك امكانيه وخبرات وتاريخ مثل فؤاد قال. يعني البعض او الاكثرين كانوا يتحدثون عن زيكو ما عنده اي تاريخ، زيكو كتاريخ كلاعب لكن كمدرب ما عنده تاريخ، والكل قال زيكو حقق شيء مع المنتخب ما تأهلنا احنا وهمنا ما حقق شيء وظل عنده صارت عنده تخبطات. صح احنا يقول لك عنده شخصيه قويه، لكن شخصيه قويه يعني من امنع او ارفض او ابعد لاعبين لهم بصمات في المنتخب العراقي، هذا ما اعتقد نقول احنا عنده شخصيه، بس هذا احنا واقع حالنا مع الاسف. اي واحد يجي له يبعد افضل لاعب بالفريق يقول لك هذا عنده شخصيه. فؤاد قال تعامل اذا نشوفه احنا هو من غير تعامل الابوي مع اللاعبين، الكل قالوا ما يسمح، الكل قالوا راح يطرد، الكل قالوا مدرب عالمي اللي ينجح جاي ما محتاج يصعد على اكتاف العراقيين، مدرب له تاريخ. احنا البعض جو مدربين صعدوا على اكتاف مثل ما نقول احنا المدرب السابق، ما اريد احنا نعيد الموضوع على المدرب السابق، صعد على اكتافنا، لكن هذا المدرب له تاريخ يريد يقدم ايضا شيء يضيفه الى سجله وتاريخه من خلال قلت لك تدريباته خبراته. شوف يعني حتى الروحيه والمحبه عند اللاعبين رغم شوف احنا الصور جتنا مضغوطين متعوبين مهلوكين، لكن شوف يوم امس من اعطى يوم راحه. هذا التدريب هذا ما احنا يعني عملناه سابق او عملوه معنا المدربين العالميين، حتى المدرب كان بوقت كابتن عبدان اكو ضغط اكو تدريب كابتن انمر وكابتن عمو بابا ايضا كان تدريب عنيف، ومثل هذا التدريب نحتاج قلت لك مثل هذا المدرب مثل هاي الخبرات. كذلك المباريات اللي رغم ما شاهدناها بالشكل الامثل لكن مباراة مو مثله بالطموحيه، لكن المدرب له اكيد فكره بداخله ليش يخلي مباراة بسيطه بالبدايه ممكن بعدين مبارتين او ثلاثه تكون قويه ليضع نقول الحجر الاساس على التشكيله اللي انسب لها في المباريات التصفيات. طيب اذكرت هوايه مسائل مهمه كابتن، يعني من خلال معسكري اسبانيا وتركيا والمباريات الوديه التي اجراها يعني من خلالهما، هل ترى ان هنالك فوارق فنيه توضحت يعني ما بين مرحلتين؟ بمعنى اوضح، هل التمست او من خلال يعني التواصل مع المدربين زملائك، هل التمست ان الاخطاء التي رافقت اداء لاعبينا سابقا قد تم العمل عليها، تم تصحيحها؟ شوف حتى اكون صريح، احنا ما شاهدت المباراه بالشكل كان تدري ممنوع التصوير واللقطات اللي تظهر وشاهدناها ما توضح الرؤيه نقول احنا الفنيه للفريق العراقي، لكن من خلال الاتصالات مع المدربين وايضا شخصيات يعني بالتطبيعيه وجلوس نقول مثل ما قلت مع المدربين يعني يصل لنا بنقول لك احنا نوعا ما المنتخب العراقي تحسن اداءه، وصلنا شلون نقدر نوصل للمرمى الفريق المنافس باسرع وقت، اكو تغيير من خلال الاتصالات، لكن كنظره فنيه شاهدناها ما بينت ما واضحه بالمباراه، قلت لك لعدم النقل التلفزيوني الجيد متابعه غير جيد ما تبين شلون نقول احنا اسلوب او نقول طابع الفني للاعبين، لكن من خلال ذلك التدريبات وخلال الاخبار اللي نقراها ومتابعه اقول لك اكو يعني تغيير، اكو تحسن بالمنتخب العراقي، وان شاء الله قلت لك يعني من خلال وجود فؤاد قاد اذا ما طبق اللاعبين او الاسلوب اللي يريده او الواجبات اللي يضعها او ما يريده وما يملي عليهم، اعتقد احنا يعني مو ليس من الصعوبه نقول احنا نقدر نتجاوز، حتى مثلا اذا نقول جلال حسن بين انصاب وما راح يشارك مباراه ليس صعبه، يعني عندنا حراس جيدين، يعني البعض انا يعني اشوف شاهدت بالاخبار كذا جلال مع احترامي جلال حراس جيدين وافضل حارس في هذا الموسم، لكن احنا هاي
حتى لا تصير نقول شلون اقول لك حاله ضعف الحارس البديل نقول وفهد او محمد عبد الحميد اللي يقول يعني احنا جلال الافضل يعني احنا مو حراس. بالعكس لازم انا اقول احنا عندنا صمام امان وهو الحارس فهد وايضا عندنا محمد حميد وهذا ما نحتاجه من الاعلام. احنا اليوم كنا لازم نقف في يد واحده في سبيل دعم المنتخب فعلا ان شاء الله بيهم البركه ان شاء الله. طيب كابتن اريد اكد على جزئيه مهمه قبل قليل تذكرتها يعني نقطه مهمه بخصوص ايقاع اللعب البطيء والرتم المتواضع الذي استمر معنا منذ فتره سابقه يعني على هذا الحال. اليوم سنشهد تغيير حول ذلك يعني جراء كما ذكرت النهج الفكر التدريبي العالمي الجديد. اكيد اخ بلال قلت لك احنا رغم يعني المدرب السابق عنده فكر اكيد ماكو مدرب ما يريد يهاجم يريد يفوز يريد يحسن مستوى الفريق لكن انت من دلل اللاعبين بالتدريبات وما شاهدناه وحضرنا تدريبات للمدرب كاتنش كذلك بالدوري العراقي احنا ليش نقول الرتم بطيء حتى في الانديه العراقيه انت شاهد مباريات افضل مباراه في زاره وجيبه والرتم بطيء المستوى الفني غيب ليش اللاعب العراقي مدلل يا اخي الان في هذا الوقت كم دقيقه 10 دقائق انت تمارين ضغط ومان تو مان بدون توقف اللاعب يزعل يقول هذا المدرب ما يفهم يعني عذرنا هاي مرينا بيها وسمعتها باذني في السابق كنا ندرب احنا مان تو مان نص ساعه ثلاث اربع ساعه شوط كامل يا اخي الان شاهدنا المدرب هذا الضغط العالي من التدريب من خلال رفع الجاهزيه البدنيه والحفاظ عليها هذا اكيد راح يساعد شلون احنا نقول يعني احكي بالعاميه طلع الزنجار مال اللاعبين هذا ما يحتاجه احنا تدريب من خلال ايضا التدريب البدني التدريب القوه اللي نشوفه اللي يستعملها والاجهزه الحديثه هاي كلها يحتاجها اللاعب العراقي فاعتقد اني راح يتحسن الرتم من خلال التوجيهات اللي يوجهها كذلك تغيير مراكز بعض اللاعبين غير مراكز بعض اللاعبين وهذا ايضا نظره فنيه جيده من خلال المدرب فؤاد كابتن حيدر دعنا نتابع ما قال المختصون بالشان الكروي والمتابعين حول فترة الإعداد يعني المهمة المقبلة نتابع ولا نعود خليك ويانا ممكن القدرة على المنافسة بعد ما توفرت كل مستلزمات النجاح مسيرة المنتخب وتعويض المستوى السيء اللي ظهر بها من التصفيات الأولى طبعا مثل ما عرفنا مجموعة تضم كوريا الجنوبية إيران لبنان الإمارات سوريا المنتخب اللبناني ضعيف المستوى أما بخصوص الإمارات وسوريا والعراق مستوى واحد منتخب الإيراني والكرة الجنوبي من أقوى المنتخبات بالمجموعة طبعا بعد مجيء المدرب الهولندي أودفوغات أعتقد حيوية ونشاط المنتخب وأسلوب لعب جديد أتمنى المنتخب العراقي أن يتأهل إلى كأس العالم وإن شاء الله بعد ما وتوفرت كل مستلزمات النجاح للمباراة الودية ومعسكر إسبانيا ومعسكر تركيا إن شاء الله بالتأهل. أهلا بك كابتن حضرتك تعلم جيدا أن العديد من المتابعين أشكل على أداء الخط الدفاعي لمنتخبنا بالتصفيات السابقة في الوقت نفسه اليوم معظم الأسماء هي يعني متواجدة حاليا في هذا الخط برأيك وبحسب المتغيرات التكتيكية الجديدة يعني هل بالإمكان أن نشهد معالجة حقيقية لهذا الخط الفعال وأنت سيد هذا الخط وأنت كنت أحد العناصر المهمة في خط دفاع المنتخب العراقي والله يعني متخوف وقايت عن السابق الأضعف خطوة عندنا خط الدفاع كذلك جميع اللاعبين يمكن 4 إلى 5 لاعبين هم نفس المستوى نفس الستايل نفس البطء يعني اتمنى يعني رغم قلت لك هو التدريب ده يصير للجميع التدريب قلت لك القوي والعنيف هذا ما نحتاج لكن ايضا هناك لازم يجيب وقفه جيده امام الخط الدفاعي واتمنى اني يمكن اعتقد احد المساعدين عنده يمكن هو مدافع كان اتمنى يعني بكادر المساعد يكون هناك واحد مدافع لجانب دفاعي هذا ما نحتاجه يعني باطل كبيره وعلى مستوى عالي مع كوريا اللي تمتلك يمكن لاعبين عالميين يلعبون بالدوريات العالميه فنحتاج احنا كيف احنا نقف او نغير من بطء حركه المدافعين في سبيل حتى نقدر نقول احنا نكون خط صد جيد من خلال المهاجمين نقول احنا المنتخب الكوري اللاعبين المدافعين سواء في الانديه او في المنتخب
دائما اشوفها اني يعني هناك مساحات واسعه بين المدافعين، ماكو تكتل دفاعي او نقول تضييق المساحات، رغم المدرب يعطي واجبات اكيد، ماكو مدرب ما يعطي واجبات، لكن اللاعب نشوفه احنا يا اخي ما من ينزل للساحه او نشوفه بالفراغات المساحات يعطي مجال للمنافس، وهذا ما شاهدناه في اخر مباراه احنا مع ايران، من مدافعين يجي هدف علينا، يعني هاي صعوبه اكيد راح يلاقيها فوزات، لكن اكيد راح يلقى حل. انت خير وسيله نقول للهجوم هي الدفاع، وخير وسيله للدفاع هي الهجوم، انت دافع زين ما يجي هدف عليك، كذلك اذا تهاجم زين ايضا انت راح تقلل من ضغط الهجوم على دفاعك. لربما الفكر الجديد يعني راح يضيف لهم بعض اللمسات، البصمات، التحرك، الاسناد، فشيء اكيد راح يطلع من عندهم اللي شيء لربما هم يتفاجئون به، وهذا ما نتمناه طبعا. كابتن انت تعلم يعني ان قرعة الدور الحاسم من التصفيات وضعت العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، ايران، لبنان، وطبعا سوريا، وكذلك الامارات. كيف تقرا حظوظنا فيها؟ يعني المجموعه احنا نقول مجموعتنا هسه المجموعه الثانيه، اكيد اذا صارت الاراده والعزيمه قادرين على تجاوز هاي الفرق. صح كوريا وايران موجودين، وليس ايران ليس بالمنتخب نقول الصعب، يمكن في اصعب مراحل يعني اللي من نشأت للرياضه، واللي حدا نقول اضعف فريق ايراني اجى بتاريخ ايران هو هذا الفريق، يعني تغلب عليه من خلال اخطائنا احنا، لكن ليس من الصعوبه، واحنا فزنا عليه في الاردن وكنت حاضر، ليس من الصعوبه، لكن وكوريا ايضا يعني احنا لعبوا ويا منتخبات عالميه سابقه منتخباتنا وقدروا ان يقدموا نتائج. عندي اراده اليوم اني احقق شيء، اقدم شيء لبلدي، اليوم اني من هو المنافس مالتي، اني دفاع يمين، من هو الجناح يسار، من المهاجم على اليسار، اليوم اني اوقفك في كل لاعب نقدر نحقق نتاهل كاس العالم. طيب ان شاء الله مباراتنا الاولى بالتصفيات الحاسمه تعلم هي امام كوريا الجنوبيه، باعتقادك ماذا تمثل يعني للجهاز الفني بصوره خاصه كونها المباراه الاولى؟ اكيد كجهاز فني هو مباراه عنده مهمه، من غيره منتخب كوريا اللي صاعد كاس العالم اكثر من مره، ايضا ينتظر هاي الفرصه اكيد من يحقق انجاز سواء فوز او تعادل، نقول هذا هو انجاز المدرب وهذا ما يتمناه المدرب حتى ايضا على تاريخه، او يطمئن بأن المنتخب العراقي قدر يعني يغير، قدر يعني يطبق استراتيجية، قدر يطبق أسلوبه، وهذا ما يريده المدرب والكادر التدريبي من خلال المباراة أمام كوريا. دائما نكون مباراة هي جسد النبض، أيضا عدم حضور الجماهير هذا يكون عنصر مهم، نقول إحنا إيجابية للمنتخب العراقي كمدرب، يعني نقول فوزات أكيد يعني وحلمه بأن يفوز في المباراة أو أقل شيء يتعادل نقول حتى تكون مسيرة المنتخب العراقي بقية المباريات جيدة، وهذا ما يريده هو يزرعه داخل فكر اللاعبين. طيب كابتن الوقت المتبقي مخصص في كلمة أخيرة. يعني أتمنى يعني اللاعبين المنتخب العراقي، وأتمنى على كل شخص عراقي من إعلامي من سياسي من فنان من رياضي من مشجع محب موازنة المنتخب العراقي، وليس تغير لماذا فلان، يعني أتمنى كإعلام يعني عذرا يعني نقد بناء، نقد ما يحتاج مثلا إحنا تصحيح بعض الأمور نشاهده، يعني مو من حق كل إعلامي ومن حقي أنا أجي أشخص أقول فلان ليش ما لعبه وفلان ليش ما غيره، كل مدرب له وجهة نظر. وشكرا لكم على هذا اللقاء والحوار الجميل. طبعا شكرا للكابتن حيدر محمود نجم المنتخب الوطني الذي كان معنا عبر السكايب من مدينة دهوك، شكرا جزيلا لحضرتك كابتن، وإن شاء الله نراك في مقابلات وفي حوارات مقبلة إن شاء الله، شكرا لك مرة أخرى. نقول لكتيبة أسود الرافدين يجب أن تدركوا أن الأمنيات وحدها ليست كافية، فالاجتهاد والمثابرة والالتزام واللعب بروح الفريق الواحد هي عوامل مهمة لتحقيق الحلم بالوصول إلى الدوحة، ومن الله التوفيق. على الموعد نلقاكم بإذن الله، هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة. يلا يا أمجد الله الله يا عراق، افرح افرح يا مجروح افرح، هكذا هو العراق.